البواسير هي عبارة عن ألم وأكلان وشعور بالحرقان حوالين منطقة فتحة الشرج، وقد يصاحب الألم ده نزيف دموي شفاف. في دراسة اتعملت في أمريكا قالت إن 75% تقريبا من الشعب الأمريكي عانى في وقت من أوقات حياته من الإصابة بالبواسير أو بدرجة من درجات البواسير. والنهاردة هنعرف مع بعض أقوى علاج للبواسير من الصيدلية. في الأول لازم نعرف إن سبب البواسير هو زيادة ضغط الدم في الأوعية الدموية حوالين فتحة الشرج. الضغط ده أو زيادة الضغط ده ممكن يكون ليه أكتر من سبب. السبب الأولاني والأكبر للإصابة بالبواسير هو الإمساك. السبب الثاني بعض الوظائف اللي فيها حمل أوزان ثقيلة أو الرياضات زي رياضة رفع الأثقال. الحاجة الثالثة هي الحمل، والحمل بيسبب الإصابة بالبواسير لأكتر من سبب. السبب الأولاني هو زيادة إفراز هرمون البروجسترون، الحاجة الثانية هو إمساك الحمل، الحاجة الثالثة هو ضغط الحمل على الأوعية الدموية في منطقة فتحة الشرج. قبل ما نعرف مع بعض ايه أقوى علاج للبواسير من الصيدلية، لازم حضرتك تحافظ على حاجتين. الحاجة الأولانية هي شرب سوائل من 2 ل 3 لتر كل يوم، والحفاظ على أكل خضار وفاكهة، لأن الخضار والفاكهة بتحتوي على الألياف بشكل كبير، واللي هي بتعالج الإمساك اللي هي المسبب الرئيسي للإصابة بالبواسير. الحاجة التانية، لو حضرتك بتعاني من إصابة متكررة بالبواسير، ياريت تعمل حمام مية دافية، عبارة عن حضرتك تقعد في طبق مية دافية مدة 20 دقيقة في ملح إنجليزي بعد كل مرة بتدخل فيها الحمام. علاج البواسير من الصيدلية هيبقى عبارة عن 3 حاجات. الحاجة الأولانية هي أقوى حاجة، وهي حبوب الدافلون أو ما يشابهها، مادة البيوسمين والهزبريدين. في أشهر دواء في المجموعة دي هو مادة هو دواء الدافلون. الدافلون هناخده لمدة أسبوع، والريليف بتاعه أو الراحة بتاعته أو علاج البواسير الفعال هنبدأ نحس بالنتيجة بتاعته من تاني يوم. أول 3 أيام هناخد قرصين 3 مرات كل يوم، وباقي الأسبوع أو الأربع أيام التانيين هناخد قرصين الصبح وقرصين بالليل. الدافلون من الحاجات المميزة جدا، لأن ليها مفعول مضاد للالتهابات قوي جدا، وفي نفس الوقت بتحسن حاجة اسمها الفينوس تون أو وظيفة الأوعية الدموية في منطقة فتحة الشرج، وبالتالي بتعمل ريليف أو بتعمل ريسولفينج لسبب مشكلة البواسير. الحاجة التانية هو عبارة عن كريم اسمه فاكتو. فاكتو كريم ده عبارة عن مادة قابضة للأوعية الدموية، بتقلل من انتفاخ الأوعية الدموية حوالين فتحة الشرج، وفي نفس الوقت ليه تأثير مخدر موضوعي عشان يقلل شعور الألم والأكلان اللي بيبقى مصاحب للإصابة بالبواسير. الدهان ده هيكون 3 مرات كل يوم في منطقة فتحة الشرج وحواليها. الحاجة الثالثة هو علاج لسبب المشكلة الرئيسي أو الأساسي، وهو الإمساك. هيبقى عبارة عن حاجة اسمها بالك فورمينج لاكزاتيف، أو ممكن نستخدم ستيميلانت لاكزاتيف، يعني هنستخدم دواء بيكولاكس نقط، ده كملين ولكن هنستخدمه لمدة قصيرة جدا من يومين لثلاث أيام، أو ممكن نستخدم حاجة تانية أقل قوة شوية من الستيميلانت لاكزاتيف زي الدوفالاك شراب، هناخده معلقة كبيرة 3 مرات كل يوم. ما تنساش تتابع حلقة الإمساك، الأسباب والوقاية والعلاج. صحتك في 5.